توجه المصلون بالشكر والعرفان إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى على توجيهاته السامية بإعادة فتح الجوامع والمساجد لأداء صلاة الجمعة والتراويح، حيث فتحت المساجد أمس أبوابها أمام المصلين لتأدية صلاة الجمعة لأول مرة بعد انقطاعهم عنها العام الماضي بسبب الوضع الصحي الاستثنائي، كما عبروا عن خالص امتنانهم وتقديرهم للجهود الوطنية لفريق البحرين برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدين على التزامهم واتباعهم كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة التي وضعت للتصدي لجائحة كورونا. هذا وقد دعت إدارة الأوقاف السنية والجعفرية المصلين الالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية اللازمة داخل دور العبادة والتي تنسجم مع الجهود الدؤوبة التي يقوم بها الفريق الوطني الطبي لفيروس كورونا في الحفاظ على سلامة الجميع. هذا يوم فرح لا يوصف وبهجة كبيرة عامرة، والفضل لله عز وجل أولا ثم لجلالة الملك. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا في ميزان حسناته وأن يسعده ويفرحه كما أفرح الناس والمصلين والمواطنين والمقيمين. والشكر موصول لفريق البحرين الوطني بقيادة سمو ولي العهد رئيس الوزراء الموقر حفظه الله تعالى، الذي واصل الليل بالنهار. والشكر موصول لوزارة العدل ممثلة في إدارة الأوقاف السنية على توجيهاتها ودعمها ومتابعتها المستمرة وحضورنا على الصلاة والتنظيم الرائع الذي حصل لنا في هذه الصلوات. ونحب نتوجه بالشكر الجزير إلى جلالة الملك على إعادة فتح الصلوات خلال شهر رمضان المبارك علينا وعلى أمة محمد أجمعين. نشكر الله أولا وأخيرا، ثم نشكر القيادة الجليلة الكريمة لجلالة الملك حمد وولي عهده الشيخ سلمان، وأيضا الإخوة المنظمين في المسجد جزاهم الله خير على الاحترازات على التنبيه دائما. اليوم الحمد لله فرح، الكل فرحان، نشكر جلالة الملك والفريق الوطني في هذه الفرصة. أن أشكر جلالة الملك وكل القائمين على أحوالنا الصحية بإتاحت لنا الفرصة بفتح المساجد وإقامة صلاة الجمعة، فإحنا نعبر يعني بصراحة عن فرحتنا الغالية بهذا اليوم يعني المبارك.